نشرت إحدى المواقع الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني الشهيرة بلقب نكهة، وقد ظهرت رهف في الفيديو وهي منهارة تماماً وتبكي، وذلك بسبب انفصال والديها. بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع رهف القحطاني وتفاعلوا مع الفيديو وتمنوا أن تجتمع عائلتها في أقرب وقت ممكن، فيما هاجم آخرون رهف معتبراً أنها تتباكى ولا تبكي وأن مشاعرها ليست حقيقية طالما أنها ظهرت في الفيديو وهي بكامل أناقتها وتضع المكياج. وأشار الناشطون إلى أن والدها ووالدتها انفصلا بسببها، وذلك على خلفية خلافها مع أمير الناصر وزوجها مشعل الخالدين. فقد قال أحد الناشطين بأن والد رهف القحطاني لم يقبل بأفعال ابنته وهجمها بشدة وحاول منعها عن وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لم يعجب والدتها التي وقفت إلى جانبها ودعمتها ومنعت الوالد من التحكم في حياة ابنتها. هذا الاختلاف في الآراء ولد خلافا كبيرا بين الوالدين أفضى في نهاية المطاف إلى انفصالهما. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حرباً كلامياً بين مشهورتي سناب شات في السعودية أمير الناصر ورهف القحطاني المعروفة بوذنكها على خلفية موضوع تسمية ابنة أميرة عليها. وكانت رهف القحطاني قد ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات اتهمت فيه أمير الناصر باختلاق قصة ولادة طفلة في الشهر السابع من أجل الحصول على مشاهدات ولتتصدر الترند. وأوضحت مشهورة سناب شات أنها لم تكن تعرف أمير الناصر من قبل لكنها فوجئت بها، أضافتها وأخبرتها أنها سمت ابنتها على اسمها وطلبت منها نشر الصورة وعمل منشن لها. وعبرت رهف عن صدمتها مما حدث معها قائلة: جالسة مع مدير أعمالي مصدومين، في ناس كده، لكن أنا جادة في موضوع تشيك، إذا كذبتي علي أنا والناس تبغين أشاركك أنا وبليتيني في نفسك وتبغيني أسكت يوم درت إنك كذابة.